السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب كلكم زينين. هاليوم راح نسوي كيكة طحين الرز أو طحين التمن، هذه اللي دا تشوفوها أمامكم. طبعا هذه الكيكة هي طلب من أحد المشتركين، فحبيت أسويها هاليوم وأشارككم بها. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. عندنا مقادير كيكتنا لهذا اليوم، كيكة طحين الرز أو طحين التمن. أحتاج لها 2 عدد بيض، أحتاج لها 75 غرام من الزبد مذوب، أحتاج لها 2 استكان أو ديسيلتر، هذا الديسيلتر اللي متوفر عنده ديسيلتر هو هذا، 2 استكان أو ديسيلتر من الشكر، أنا استكان واحد من النشا، 2 استكان طحين الرز أو طحين التمن، 1/2 استكان من الحليب، وأحتاج فانيليا أو هيل، يعني حسب أنتي رغبتك أو اختيارك، الهيل أو الفانيليا أو الاثنين مع بعض يعني يرجع لك، وملعقتين كوب من البيكنج باودر. هسه راح أخلي أول شيء البيض عندي والسكر اخلطهم مع بعض. راح اخلط البيض والسكر مع بعض وارجع لكم. بعد ما انتهيت من خفق البيض والسكر صار بهذا الشكل، راح اضيف للزبد واستمر بالخلط. هكذا انتهيت من خلط البيض والزبد والسكر مع بعض، صار لونه بهذا الشكل. راح اضيف الحليب اللي عندي، اضيف الهيل او الفانيليا، راح اضيف اثنيناتهم. عندي هنا ملعقة كوب من الهيل وملعقة ايضا كوب من الفانيليا راح اضيف لها هكذا، واضيف النشا ايضا، واضيف طحين الرز او طحين التمن. اول شيء من ضفت هذه المواد راح اخلطها هالشكل على كيفي، مو بالخلاط، يعني احاول بهاي الطريقة حتى لا يتطاير عندي الطحين والنشا، حتى لا يتطاير عندي. اختفى تقريبا تماما النشا، وراح اشغل المكنة، وبعدين راح اضيف لها اخر شيء البيكنج باودر واخليها بالفرن. طبعا سخنت الفرن، درجة حرارة الفرن 175. حضرت عندي هنا القالب، هذا القالب عندي دائري، انت اختاري القالب اللي يناسبك. انا دائما من اسوي الكيك اخلي ورقة بقاعد القالب. هسه راح اخلي له زيت قبل ما اخلي، يعني ادهن القالب كله بالزيت قبل ما اخلي الكيكة. هسه راح ارجع واخفق الكيكة وارجع لكم. بعد ما دهنت القالب بالزيت وخلطت الطحين الرز والنشا وكل المواد خلطتهم مع بعض، هسه اخر شيء راح اخلي لها ملعقتين من الكوب البيكنج باودر واخلطها قليلا قبل ما اخليها بالقالب. 1 2 هاي 2 بيكنج باودر، راح اخلطها شوية واخلي فرغها بالقالب واخليها بالفرن. طبعا اذا انت هذه الكيكة حجمها صغير، اذا انت تحبين يعني كيكة أكبر تقدرين تضعفين المواد اللي استخدمتها حتى تحصلين على كيكة حجمها أكبر. هسه راح أخلط الكيكة وأخليها بالقالب. هكذا مثل ما تلاحظين انتهت من الكيكة، راح أفرغها وأخليها بالفرن بين 35 و40 دقيقة. أخليها بالفرن درجة حرارة 175 مثل ما قلت. هكذا أخليها بالفرن. عزيزتي
هي هذه كيكتنا وصفتنا لهذا اليوم، كيكة طحين الرز، هذه اللي دا تشوفيها أمامك. أتمنى تعجبك الوصفة وتجربيها، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي فيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.